إلى أي مدى عبد الرحمن وأحمد العنصر النسائي يمثل لكما مشكلة؟ والله بالعكس مين اللي احمد بيرد، مو أحمد ولا منقصر، أنا؟ انتوا الاثنين بالعكس مو منقصرين، بالعكس لا انا من يعني هني اوجه تحية لاخت فاطمة شروقي، ما قصرت اول فيلم طبعا شاركت ويانا، مش بس فاطمة وايد الشروقي، ساندتنا. أوجه لها هي طبعا، هي الداعمة كعنصر نسائي، نعم وحابة إن المجال إن هي في أمور توعوية وتشجع. طبعا أختنا صفا، عندنا زينب العلي، في عندنا ليلى ماهر، في عندنا ياسمين، والله بعد في ناس كثير بنات. نسيتهم، في ما شاء الله، وفي بعد في يعني إن شاء الله. طبعا هاي مفاجأة، بس ما بقدر أفسح قبل لا أحصل موافقة منها شخصيا. طيب نريحكم قليلا مع فاصل غنائي قصير، إن بعده شاء الله نواصل الحوار. إن شاء الله. انتظرت وقلبي احساس يقول صوت كل اليوم ما ظن اسمعه، الخبر عندي وغيبته بخطوط، وانت من اليوم حسابه بجمعه، وانت من اليوم حسابه بجمعه. انتظرت وقلبي احساس يقول صوت كل اليوم ما ظن اسمعه، الخبر عندي وغيبته بخطوط، وانت من اليوم حسابه بجمعه، محسابة بجمع. راقي بصدري وادور الحلول، بضميري نار شوقي مولعة، عشت في دنيا دور بها وجود، عشت فيها بضيق وعايشت الساعة، عشت فيها بضيق وعايشت الساعة. واقف صدري وادور بحلول، بضميري نار شوقي مولعة، عشت في دنيا ادور بها وجود، عشت فيها بضيق وعايشت الساعة، عشت فيها بضيق وعايشت الساعة. مبعد عني وقلبي يتبع، مبعد عني وقلبي يتبع، ما لقيت اللي على درب صمود، كود بعض الناس وقت يمنع، روضتي جفت وانا خلي سود. مبعد عني وقلبي يتبع، مبعد عني وقلبي يتبع. الطبع الخجول بين كل الناس عندي يرفع الغير،
بكم معنا من جديد على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة قطر من الدوحة في سارة الخميس الليلة. صفا إسماعيل، هل هناك من يشجعك؟ هل هناك من يحبطك؟ طبعا اللي بشجعوني كتير اللي من هنا أهلي، رفقاتي وأسرتي التانية اللي هي المسرح، وكل اللي تعاملت معهم بعملون كأني بنتهم أو أختهم. هذا الشيء بشجعني الصراحة. ما بياخدك التمثيل من الدراسة شوي؟ لا، لأنه لما أنا كون شيء بحبه يعني بنسق بين دراستي اللي هو مستقبلي وبين هوايتي اللي هي التمثيل. هيك الواحد لازم يكون، لازم يكون كمان ينسق وقته ويعرف كيف بده ينسق وقته. نعم. هل تحتاجين صفا إلى فرص أكبر أيضا؟ لأن ربما الشباب تحدثوا عن الفرص ومزيد من الفرص سواء في المسرح أو التلفزيون أو لذا، هل تحتاجين إلى ذلك؟ بتمنى دايما الواحد يفكر للأحسن وكيف يقدر يتطور حاله. غير هيك انت سألتني اذا في حدا بشجعني وحدا بيحبطني. في كتير ناس لما يشوفوا واحد عم يطلع لفوق وعم ينجح بحبوا ما بحبوا يشوفوا هيك اعداء النجاح. يعني بالضبط هيدا هو. فالواحد ما لازم يتأثر بهيك ناس. طبعا لازم يكون عنده ثقة كبيرة بنفسه، لازم يطور حاله، مثلا يصير يقرأ أكتر وهيك تيقدر يمثل، ودايما يقعد قدام المراية ويصير يحكي مع حاله. صحيح، يعني بداية الممثلين هكذا دائما. ما تضحك. لا، هيك الواحد لازم يكون شوي مجنون تيقدر يمثل. الفنون جنون. مزبوط. نعم. أحمد، ما هي الأفكار التي لديك الآن، طموحاتك في مجال الفن عموما؟ طموحاتي يعني أكثر من مرة يعني قلت حق بعوف وأعيد وأكرر، مثلا عندهم هوليوود وبوليوود، احنا نبي قطر وود. حلو. لا حد يضحك ترى. لا حلو والله، لا حد يضحك صراحة. انا بديت يمكن باكر رحت وما صار، غيري بيكمل ان شاء الله. ان شاء الله انا منيتي قطر وود ان شاء الله. ليه لا، يعني عالمية هذه افكار. هو يطمح ان تتربع قطر على عرش الانتاج، ولماذا يعني؟ هذا فكر جميل احييك عليه. يعني ان شاء الله الفكره تبدا ومن ثم المجهود عليها تتطور، وهكذا تبدا الافكار دائما يعني باذن الله. ان شاء الله. عبد الرحمن، والله صراحه جماعه ما خلوا لي شيء، بس طموحي ان اوصل مثل ما قال اخوي احمد الهوليوود، وأتمنى من رب العالمين إن شاء الله أن تحقق الأمنية أن يكون هنا في دولتنا الحبيبة قطر. إن شاء الله إحنا كل شيء متاح والحمد لله. إن شاء الله. اللي هي إيش، استوديوهات بمواصفات عالمية، بإمكان أي حتى لو كان مخرج عالمي ممكن يعمل العمل في دولتنا الحبيبة قطر. نعم. إن شاء الله. جميل. معنا عبد الله التميمي، وعبد الله التميمي ايضا من الممثلين القطريين الواعدين. عبد الله نرحب بك. عبد الله تسكر. طيب اعود الى ضيوفنا في الاستوديو. عبد الرحمن، لو امامنا الان فيلم روائي طويل، بماذا تفكرون في هذا الاطار، وما هي الافكار التي تتمنون ان تطرح على الجمهور؟ والله أمور كثيرة يعني. الروائي طبعا مش بالشيء البسيط، يعني حتى لو بيقول لك أوكي مكرر. طب أوكي مكرر، اسمح لي أخذ الإجابة بعد هذه المتخبعة. عبد الله الهيل أيضا ممثل قطري موهوب. عبد الله أهلا بك. مرحبا أستاذ، يعطيكم ألف عافية وسهرة جميلة وتحياتي للجميع. طبعا بارك الله فيك. عبد الله، ماذا عن موهبتك أيضا، ماذا تقول للجمهور ليتعرف عليك أكثر؟ والله شو اقول لهم، انا عبد الله علي الهيل، ممثل واعلامي في اذاعه صوت الخليج. نعم. وبالنسبه للاخوان اللي متواجدين معك في الاستوديو اوجه لهم تحيه، اخوي احمد البلوشي وعبد الرحمن عباسي، هم فنانين ومخرجين ايضا، ويستاهلون كل خير لانهم يدعمونا احنا كشباب، وهم اوريدي كشباب احنا كاصدقاء ابتكرنا اشياء وتعاوننا مع بعض، ونتيجه هالاعمال ان نجحت مثل الفيلم اللي قدمناه مع بعض. صح. ثمن المعجزة وراح مهرجان كان. فهي يعني على النية، الواحد إذا يشتغل بسجية وبحب واختار طاقم بحب وأصدقاء فعلا وقلوبهم على بعض، أتأكد أستاذ النتاج يطلع جدا جميل للمشاهد والمتلقي. أكيد صحيح. عبدالله، أحلامك وطموحاتك في مجال التمثيل؟ مجال التمثيل يعني أنا أتمنى أن نكثف نشاطاتنا أكثر، نلقى الدعم والفرصة من الدولة من ناحية درامية من ناحية مسرحية،
يعني توي مشتغل في مهرجان المسرحي الشبابي، كنا مقدمين عمل مع استاذ سمير مصطفى. نعم. بعنوان سبيش او جمعان عفوا. نعم. كان معروض في على مسرح كتارة، وكانت تجربة حلوة وكذي. وحين عندنا المهرجان المحلي، بس انا للاسف ما اشتغلت لان نظرا لضغوطات المهرجان الغنائي اللي صاير الحين في حفل سبواز وفي تغطيات الخارجية لإذاعة صوت الخليج. نعم. فهذا السبب، لكن اتمنى يعني نلقى الدعم من ناحيه الدراما، من ناحيه الافلام، يعني شوف حل الكويت شلون الانتاج الغزير اللي طوال العام ان شاء الله. لو عملين في السنه يا ريت ان شاء الله باذن الله ستجدون الدعم، لان لديكم افكار جميله وجديده وجريئه ايضا. نتمنى لك عبد الله الهيل كل النجاح والتوفيق، ويعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي للجميع. شكرا جزيلا لك حبيبي. تفضل عبد الرحمن، نعود اليك. والله قال نص كلامي الصراحة، وما خلى شيء عبد الله الصراحة. لا، لو أمامنا فيلم روائي طويل، ما هو الموضوع الذي في رأسكم ترغبون في طرحه؟ صراحة أكون معك صريح، الاهتمام بالوالدين، رعاية الوالدين وكبار أو كبر السن، كبر السن والمسنين. نعم. لأن هذه الصراحة يعني شغل لك، هذه فكرة جميلة. طبعا تداخل مع بعض العوائل، يعني مثلا الطفل لما يشوف جده، يعني انا شفت فيلم والله بكيت، اللي هو يقول له الاب يعني الكبير يقول حق ابنه، يقول له ايش هذا ايش هذا ايش هذا، ما يرد عليه، عصب عليه، قال له هذا كذا. نعم. اعطاه رساله، بطل الرساله، دمعت عينه. اذكر يوم من الايام انت سالتني نفس السؤال وانا رديت عليك وقلبي مفتوح لك، مبتسم، بكى، راح باص راسه واحضنه. انا بكيت، تميت يعني فتره ما اتكلم مع الاهل. شوف شلون وصلوا بطريقه بسيطه. صحيح. ليش احنا يعني نحس انه في تفكك. هذا فيلم قصير؟ لا، هذا لا. ايوه، هاي فيلم قصير. ولكن وصلت للناس بشكل، الناس تقطعت، تحطمت قلوبها ان شو يا اخي، ليش نخلي الناس ليش التفكك الاسري صاير؟ البعض يعتقد ان الفيلم القصير. لا، التعقيب تفضل. انا من رايي ان احنا نشتغل على ثقافتنا. مثلا الهنود، احنا تعلمنا لغتهم من افلامهم، حتى لدرجه كانوا يسوون قنوات افلام مدبلجه هنديه، عرفنا عاداتهم تقاليدهم وثقافتهم. انا يعني لو انا عندي افكار يعني افلام روائيه، راح اشتغل على التراث، على ثقافتنا، ونعرف العالم على ثقافتنا. جميل جميل. يعني لازم نكون كيان ورسالة من قطر للعالم، يعرفونا. احنا ما رحنا هند ولا رحنا هوليوود ولا رحنا مكان، لكن احنا نعرفهم يهو على تلفزيوناتنا. انت تريد ان يعرف العالم قطر ايضا من خلال الافلام نعم صحيح، وهذا شيء جيد. يعني مش الحاضر، حتى الماضي. نعم طبعا. صح. طبعا سليم. البعض عبد الرحمن يعتقد أن الأفلام القصيرة لأنها غير مكلفة فتبدو سهلة وبسيطة، مع أنها في كثير من الأحيان تكون عميقة جدا. عميقة، ومش مش مكلفة، لا بالعكس، في ناس اشتغلوا وكلفوا على نفسهم، كلفوا. أن المشكلة في ناس ماخذينها بطريقة سهالات ويلا ماشي، لا، في ناس تقعد تتكلف نفسها بساعات، تدفع من جيبها عشان المكان الفلاني عشان يصور. نعم. فهذا هو، يعني لا تستسهلون الموضوع. لا، الفيلم الذي قدمتموه على اليوتيوب ووجد صدى كبير جدا، كان أي فيلم وماذا عن قصته؟ هم ثلاث أفلام. أكثرهم الثلاث. أكثرهم أنا بنظم حد، بس الفيلم الأخير اللي هو كان ثمن المعجزة. كانت قصته؟ قصته هي عبارة عن طفلة حاولت أن تعالج أخوها، لأن المرض اللي صادها حاولت ان تعالجه، محتاجة ان ايش، سمعت عن دواء اسمه معجزة، فافتكرت ان هذا نروح نشتري. فشاءت الاقدار ان التقت ب او سبحان الله، من براءة الطفلة طبيب جراح يعالج نفس المرض اللي يعاني منه ابنه. وكان دورك طبيب أظن. وانا صادوني ان الدور طبيب. انزين. فسبحان الله جاء قال ايش، قالت انا يعني تبي تشتري مبلغ بسيط يعني الدواء، ما عندنا اسم شيء معجزه. وقال لها ايش اسمك كذا كذا ايش كذا، ودها للبيت، قال لها انا جراح وكذا كذا، وتكفل بال يعني تكفل بالعمليه على حسابه الخاص. يعني سبحان، انا المقصد ان الله سبحان الله سخر
هذه الطفلة أو خلنا نقول صحيح. قلب يعني يرق قلب الدكتور على هذه الطفلة إنه تبي تساعد أخوها أي إن شاء الله لو شنو. دائما في الفن عموما عندما تختصر الأشياء تكون هذه صعبة جدا. صعبة. لأنه الفيلم الرواية تستطيع أن تسرد وتحكي وتصول وتجول، أما الفيلم القصير لأنه محدود فهذا يحتاج إلى موهبة أكبر وأعمق أيضا، تقدر توصل الصورة بشكل أسرع. صحيح. هل تعلم أنه أقصر فيلم في العالم وحصل على جوائز كبيرة جدا كم مدته؟ احنا متابعين 7 ثواني. 7 ثواني صح. 7 ثواني. أنا ما أدري إيش القصة ماذا يقول في 7 ثواني، لكن هكذا قرأت 7 ثواني حصل على جوائز عالمية. وتحصل ما تكلم. بالعكس. بدون كلام. سبع ثواني. أنت كمصور بعوف ممكن تصور صورة تعبر عن شيء. أنت عندك صورة. صحيح. صورة تعبر. أنت عندك. يا أخي في شخص أنت بتكلم عن الفيديو، أنا بكلمك عن صورة. شخص صور طفل من المجاعات اللي تحصل في أفريقيا. طفل هنا بيموت. طير ناطر عشان بس ايش يعني خلاص بينطر عشان يتعامل معه. يتعامل معه. على كل ان الحديث معكم ممتع وانا سعدت وتشرفت باستضافتكم اليوم، واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. لو كل منكم ذكر كلمة ختامية قصيرة، صفا ماذا تقولين؟ رسالة. بتمنى من الكل انه يدعم المسرح سواء مسرح او تمثيل يعني على التيفي، غير هيك انه مش يعني مش يكون في هيترز. غير هيك شنو يعني هيترز؟ هيترز يعني اللي بكرهه اللي اوكي انا بحبوا يفشلوا الناس، هي المحبطين يعني دائما تركز عليهم. احمد كلمه اخيره سريعه. اتمنى تضيفون الشباب ربعنا مسرحيين مثل ما ضبطونا وشباب ثانيين ان شاء الله بيكون في فرصه اكبر كمان. اتمنى للكل اللي موهوب يعني لا يقول ما في مستحيل، المستحيل يسويه مهما كان يصر ويوصل ان شاء الله. بالتوفيق للكل ان شاء الله. يعني اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق انتم ومن تواصلنا معهم عبر الهاتف ايضا. عبد الرحمن العباسي شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. احمد البلوش شكرا جزيلا. صفا اسماعيل شكرا جزيلا. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله ابواب الاذاعه يعني دائما مفتوحه لكم ولكل موهوب الطيبة المعطاء. شكرا لكم وشكرا للزميل المخرج محمد الدوادي. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة ونجم جديد.